الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. هل يقبل الله العبادة والتوبة من الذليل؟ وكيف ينظر الله إليه في الدنيا والآخرة؟ يقبل الله تبارك وتعالى التوبة من كل تائب من ذنب. نعم. إذا صدقت التوبة وتمت شروطها الخمسة، وهي الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على توبته الإخلاص لله فقط لا طلب دنيا أو مال، والثاني الندم على ما وقع منه من الذنب لأن الندم دليل على صدق التوبة، والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، ومنه أداء الحقوق إلى ذوي الحقوق إذا كانت الحقوق للآدميين، والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها على وجه العموم، وقبل أن يحضر أجل الإنسان على وجه الخصوص. نعم. ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن. نعم. فإذا تمت هذه الشروط في التوبة فإن الله تعالى يقبلها مهما عظم الذنب، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.